السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم 7 سبتمبر 2023، نحن أمام سد فرقوق بدائرة محمدية ولاية معسكر. كما تشاهدون السد يعني خاوي على عروشه، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يسقينا الغيث ولا يجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم 16 سبتمبر 2023، نحن أمام سد فرقوق بمحمدية ولاية معسكر. بعد أن كان هذا السد فارغ على عروشه، ها هي نعمة الله تتجلى أمام أعيننا. يقول الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. فالحمد لله على هذه النعمة، ونسأله أن يزيدنا من فضله وأن يوفقنا لما يحب ويرضى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم راني أمام سد فرقوق، سد الميت الذي غامرته الأوحال أكثر فأكثر. الأموال ذهبت بالملايير والأوحال بقيت فيه بالملايين دون جدو. حنا نطالبوا الوالي الجديد فريد محمدي والسلطات العليا للبلاد، وعلى رأسهم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، وزير الأول أيمن بن عبد الرحمن، وزير الموارد المائية طه دربال، وزير الفلاحة والتنمية الريفية محمد هني عبد الحفيظ، والوالي الجديد بالتدخل لنزع الأوحال من سد فرقوق، سد الميت، وإنشاء سد جديد بواد مالح تابع لبلدية سجرارة دائرة المحمدية ولاية معسكر. حنا ربي طانا رسخ البارح، شوفوا البارج، البارج كان ناشف، شوفوا اليوم راه معمر. هذه هي، ومن يتعمر البارج يقيسوه للبحر، كأن البحر راه مشتاق الماء. آخر معلومة هذه، شوفوا بعينكم. على ماشي كيما هكا الناس الاخرين تشرب منها البارج، كان يشرب تشرب برزيو ويشرب الدائرة تاع محمدية ويشربوا منها الفلاحة. اليوم صباح الماء من يتعمر البارج يقيسوه للبحر. حنا لو كان صدنا اليوم، لو كان صدنا الأوحال كيما نقولوا، الأموال راحت بالملايير والأوحال بقيت به في بالملايين، علاه ما نسلسلوش البارج؟ اليوم نسيبوا الماء هاو، الرزق تاع ربي، حجروا فيه. هذه آخر معلومة، والسلام عليكم.